لكن عايزين نتكلم عن الجماهير. النهارده بدايه مباريات فريقنا في الدوري، وعايزين طبعا نشجع فرقتنا ونشجعها كما ينبغي. عايزين نكون كما هي عاده مشجعي النادي الاهلي، نموذج للجميع في الالتزام والتحضر والرقي. وتاني ده مش جديد على جماهير النادي الاهلي اللي دايما ورا فريقها في كل مكان. عايزين نساهم في تطور قرار الحضور الجماهيري. يعني النهارده هيحضر 1000 مشجع، بعد كده يحضر 2000 شويه ويبقوا 5 والعمليه تتلو كده والعمليه تمشي. اه والله. ونرجع نسمع. اصل انت لسه امبارح كنت بتتكلمي على التفصيله بتاعت فكره الجماهير ووجودهم في الملعب الى اي درجه بينعكس بالايجاب على اللعيبه وعلى اللي بيتفرجوا زي حالاتنا في البيوت. طبعا يعني ده لغايه لما نوصل لمرحله ان الجماهير ترجع بقى بكامل طاقه وقدره استيعاب الملاعب، لان الجمهور هو اهم عامل في نجاح الجميع شكلا وموضوعا. ودينا شايفين اوروبا وملاعبها اللي بقت يعني كومبلي زي ما بيقولوا. الناس دي عارفه ان نجاح اي حدث هو بالحضور الجماهيري في المقام الاول، وكمان الجماهير عارفه اهميتها في كل حدث. الكل التزم وكل تلقى لقاح فيروس كورونا، والنتيجه ان ملاعبهم النهارده منوره بجماهيرهم. عقبال عندنا كده ان شاء الله. ان شاء الله هيحصل خطوه خطوه.